شوفوا هالصورة. ثمانيني أو تسعيني ربما. وهو يتوجه للمشاركة في هذا المهرجان الانتخابي مواطن تركي ثمانيني أو تسعيني لا أدري، أنتم قدروا عمره، حفظه الله ورعاه وأمد وبارك في عمره. دكتور يوسف، هل هذا سر من أسرار نجاح هذا المهرجان الانتخابي الكبير اليوم التاريخي في إسطنبول؟ يا سيدي، هذا أهم وأحد الأسرار التي تدل لماذا الرئيس رجب طيب أردوغان محبوب عند الشعب التركي. هذا أكبر دليل أنه تجد الكبير المسن الذي هو يعني أكثر ما هو بحاجة أن يرتاح في بيته وأن يجلس خوفا على صحته، خرج مغامرا براحته ومضحيا بنفسه. من أجل ماذا؟ من أجل إثبات بأنه هو في الميدان يدعم الرئيس أردوغان. هذا لا يؤدلج. هذا بس رجل مثله، يعني ما الذي يدفعه كي يصر على الذهاب بدل أن يجلس في بيته ويتابع عبر التلفاز؟ يا سيدي، الذي يذوق طعم الكرامة وطعم السيادة، الذي يذوق طعم الإحسان، الذي يذوق طعم أن هذا أن بوجود الرئيس أردوغان انتقلت الحياة في تركيا من أسفل السافلين إلى الدول المتقدمة، الذي المكتسبات التي عاشها من العزة والإباء والتحرر من التبعية الغربية، الحرية الدينية والإنسانية، وكل حتى في أبسط الحقوق الإنسانية وهي العناية الطبية، العناية التعليمية، المخصصات للمتقاعدين، كل ما كلمة مهمة قالها رئيس أردوغان: نحن خدما لكم، لسنا أسيادكم. من يخدم من يا سيدي في هذا النظام الذي هو يشتهر بأنه كقانون الغاب البقاء للأقوى؟ الرئيس أردوغان هو الوحيد الذي هو يقول لك الضعفاء وهؤلاء هم سر قوتنا، هؤلاء هم سر قوتنا. هذا هو السر. نعم، وهؤلاء كثر، ليس هو فقط، هنالك الكثير من المسنين. وهذا المسن عاش المرحلتين ربما دكتور يوسف، ما قبل العدالة والتنمية ورأى إسطنبول وتركيا، ما قبل العدالة والتنمية ورأها الآن. هذا ربما عاش ليس مرحلتين، عدة مراحل. نعم. ويعلم حقيقة أن المراحل السابقة هي المراحل العلمانيين ومراحل حزب الشعب الجمهوري، مراحل الوعود الكاذبة، مراحل الإزدواجية ومحاربة الدين، قمع الحريات، وهم الآن يتبجحون ويقول لك سنأتي بالحرية والديمقراطية ونعطي الحرية. كلا يا سيدي، والله لو يتمكنوا، لو يتمكن حزب الشعب الجمهوري لن يترك فيها حليما ولا مؤمنا ولا مسلما، وسيبدأون بما يسمى عملية التصفية وعملية القمع وعملية التعذيب وعملية السجن والسحل وكل ما يجب، وتصريحات خطيرة يقولها بعض الحلفاء في تحالف الشعب أو تحالف الأمة، يقولون إذا ما استلمنا الحكم أول ما سنقوم به هو إبعاد الإسلام عن الحياة السياسية، تطهير الحياة السياسية من الإسلام، يجب أن نعود إلى الوراء ونلتصق بالغرب، الغرب هي قبلتنا وليس الشرق وليس الدين. ما هذا الخطاب الذي يدل على مدى كرههم إلى الجذور الأصيلة لهذه الأمة ألا وهو الإسلام؟ وبالتالي هم يحاربون ليس الرئيس أردوغان، هم يحاربون ما يحمله الرئيس أردوغان من قيم، القيم الإسلامية والقيم الإنسانية ومفهوم الأمة. ما هي الأمة؟ أن تركيا قبلة كل المستضعفين، قبلة كل المسلمين، ليس فقط للأتراك، للأتراك وللأكراد والعرب وغيرهم أيضا وللإنسانية جمعاء. وبالتالي عندما نقول بأن هؤلاء المسنون هم بركة هذه الأمة، هؤلاء المسنون ولولا أطفال رضع ولولا شيوخ ركع ولولا دعاء المخلصين ما كان هذا الذي كان. هذا الحب لا يأتي، هل يمكن أن جميل. يكون هذه العلاقة أن تأتي بالقوة أو أن تأتي بالإكراه؟ كلا يا سيدي، حاشا. نجد بأن فعلا اليوم تجسد الحب الحقيقي المعايير الحقيقية الإنسانية والدينية والقيمية التي تجسدت في الرئيس أردوغان. لذلك خطاب ساعة ونصف، ولكنه كان كافيا لأن جميل يتحمل جميل جدا